السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، ربي يحفظكم. وياكم محمد بريفيو جديد للسيارات. طبعا اليوم احنا موجودين معرض SUV لتجارة السيارات الموجود مقابل ملعب الشعب بالقرب من البنزينخانة. راح اترككم روابط صفحتهم الفيسبوك والانستغرام اسفل الفيديو بالوصف، كذلك الارقام حتى تسألهم على اسعار السيارات والسيارات المتوفرة عندهم. طبعا اكيد موجود همين الهافال الصيني والكوري بكل انواعه من البيكانتو الى التوليرايد. نبلش اليوم سيارتنا اللي هي الكيا سيراتو 2022. نبلش بوجه السياره. طبعا مثل السورنتو شركه كيا غيرت مبداها بالتصميم، كانت تستخدم انف النمر، حاليا قامت تستخدم تصميم وجه النمر. طبعا الاضويه الموجوده عليها هي هالوجين، اما البروجكترات فهي LED مثل ما تشوفون. اكيد سياره مطعمه بالكروم من كل اماكن. هاي مثل ما تشوفون بالنسبة موجودة الاشاير بالمري، والويل هو 16 انج، شكل كلش حلو رياضي. بالنسبة للمحرك فهو 1600 سي سي. طبعا عندكم فتحة بالسقف، ندخل داخل السيارة نشوف. طبعا عندكم هنا بلاستيك صلب، بالنسبة هنا عندكم جلد. المرايا عندكم بس مراية السائق اوتو، اما باقي المرايا فهي عادية مو اوتو. اكيد قلب المرآة بالكهربائية، تحكم مرآة كهربائي كامل. مقاعد السيارة يدوي مو كهربائي. مقاعد السيارة اللي هي القماش مو جلد. مساعد السيارة علامة كيا جديدة، تحكم ستيرن، خفض ورفع الصوت. بالنسبة للعدادات هاي هي قدامكم، هذه الشاشة لإظهار المعلومات. طبعا دبل إشارة، تبريد ما تبريد، مكان تخزين بسيط موجود فوق وجوه. عندكم هم من مكان تخزين. حاملة الأكواب متوفرة. هاند بريك يدوي، مساحة تخزين تعتبر جيدة. التشوى مال الإيد جلد. شكمشة بدون إضاءة طبعا. بالنسبة هاي فتحة السقف، هاي التحكم مال فتحة السقف. الأضوية الداخلية كلها LED بالكامل. عندكم هنا بيت النظارة. السيارة متوفرة على إيرباقات 2 أمامية للسائق صف السائق. عندكم هنا LED محيط مكان السويتش. طبعا هاي حركة كلش حلوة عجبتني بالنسبة للسيارات السويتش. عندنا هنا شاحن 12 فولت ويو اس بي وجداحة. هنا عندنا مقياس ضغط الإطارات والABS، تحكم الإضاءة مثل ما تشوفون، تحكم إضاءة الديشبول، تحكمون قوة الإضاءة والسطوع الموجودة بالديشبول والداخلية بشكل عام. طبعا أكيد تحكمات الدرايف اللي هي الإيكو والسبورت والاعتيادي الكومفورت. بالنسبة للمرايا فهي مرايا عادية مو أوتو ديم. عندنا هنا مرآة بدون إضاءة متوفرة للسائق وصف السائق أكيد. يعني نصعد لورا نشوف. عندنا هنا جلد طري، هنا عندنا بلاستيك، هنا بلاستيك. نصعد. المساحة الخلفية ما شاء الله كلش حلو، يعني مثل ما تشوفون يعني مسافة كلش واسعة. عندنا هنا تبريد خلفي واصل، تقدر تتحكم بغلقة أو فتحة. عندنا هنا USB للشحن مثل ما تشوفون. عندنا هنا همين LED LED السيارة بالكامل من الداخل. طبعا واكيد السيارة تتوفر بنظام الايزوفكس لتثبيت مقاعد الاطفال. بالنسبة للسماعات فهي اكيد متوفرة على السيارة 5 سماعات. تانك السيارة موجود على يسار السيارة، فتحة تانك السيارة. فنشوفون سيارة كلش حلوة، شكلها تغير عن ال21 مثل ما تشوفون. عندكم هنا نشوفوا شلون الشباك
هاي 21 توفر همين. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى اللايك الاشتراك تفعيل جرس الاشعارات، وراح اترككم روابط وارقام شركة SUV اسفل الفيديو بالوصف حتى تتواصلون وياهم، تعرفون جميع انواع السيارات المتوفرة هنا. اذا تحبون اصور لكم الحافال الصيني همين متوفر عندهم كل موديلاته همين اصور لكم اياه، واذا تحبون نسوي لكم جولة كاملة بالمعرض بشكل مختصر همين ان شاء الله. شوفوا لي هاي الكيفات الجميلة ما شاء الله. كان معكم محمد، في أمان الله.